الإنسان ثلاثة أجزاء، واحد بدنه وجسمه، هذا الجزء أو الجسم المادي، هذا يحتاج إلى متطلبات معينة من تمرين، من أكل، من نوم، من استعداد عشان تكون جاهز ومرن. الجانب الثاني الجانب النفسي، فيه لازم هذا الجانب يتغذى ويكون يعرف نفسه من وين، هل هو من النفس المطمئنة ولا من النفس اللوامة ولا من النفس على سبيل المثال الأمارة بالسوء وغيرها من ناكل الراضية أو المرضية، ويعرف شو دورهن هذه له وين موقعه. وآخر جانب وهو الروحي، عشان يكون في تصالح وفي تصافي بينه وبين نفسه وبينه وبين ربه وبين خالقه، ففي عباداته متزن، في جسمه منضبط، وفي كذلك نفسيته.